مرحبا بكم من جديد بساول باقي بكوريا الجنوبيه، وغنهضر على واحد الموضوع اللي كيعجبني. بزاف الاجانب كيجيو المغرب كيشوفوا بعض القوانين والعادات اللي عندنا وكتبان لهم غريبه، بالنسبه لنا اشياء طبيعيه. نفس الشيء هنا في كوريا، عندهم قوانين اللي بالنسبه لهم عاديه وبالنسبه لنا غريبه. كنتواجدوا دابا بوكسون هانوك فيلاج، واحد الحي اللي معدل على طريقه تقليديه كوريه، وغنهضر على اغرب القواعد والقوانين اللي كاينين في هذا البلاد. اي حاجه تسالت انتباه ديالي غندخلوا لها البلاصه الاولى. شنو كاين هنا؟ بليز تيك اوف يور شوز. غاليري دارت كيجيكم مع انا زارقه في الفن. نبداو باول قاعده غريبه، الاولى واللي انا غلطت فيها بزاف المرات حيت ما كنتش عارفه وحيت كنستعمل الكاميرا، يعني ملي كنستعمل الكاميرا كنستعمل يد واحده. في كوريا ما تستعملش يد واحده، دائما تستعمل جوج. ملي تعطي شي حد شي حاجه واللي يعطيك شي حد شي حاجه دائما خصك تستعمل جوج اليدين، حتى باش كيسلموا كيسلموش هكذا، دائما كيسلموا هكذا على بعضيتهم، كيسلموا هكذا وكيحنيو شويه. والمشكله ديالي هي بان ملي كنصور واحد اليد كنستعمل يد اخرى باش نعطي الفلوس، والفلوس خصهم يتعطاو هيدا. ما كنتش عارفه استعمال يد واحده كتعتبر اهانه، فريمون ما كنتش عارفه. كندخل لهاد البلايص غير باش نرتاح. قانون اخر، ما يمكن لكمش تجيو لكوريا في شهر 7 8 و 9. هاد القانون انا اخترعته حيت فريمون بدا كتثق فيا وكتسمعوني ما تجيوش لكوريا في شهر 7 8 و 9 حيت ماشي غير الحراره، الرطوبه بزاف. يلا كتخرج من الدار كتبدا تعرق وبدا كان عندك الشعر كيزيد يتشوك وكتسكخه دغيا. دابا هي نعملوا عقلنا شويه، عمرك ما تقرب لشي حد واذا شفت هنا عيش في الزنقه. كوريا بالضبط كيعجبهم بزاف الشراب الكحول، وعادي انك ابتداء ما حضرتش الليل ملي كتكون ماشي في الشارع كتشوف الناس سكرانه، الناس مسيده في الزنقه، ما تحاولش تعاونهم ولا تقرب منهم، حتى شي حد ما يقرب ليهم، حتى شي حد غادي يهتم بهم واخا يكون كيموتوا ما يقدروش يقربوا لهم حتى يجيو البوليس. واذا وقعت شي حاجه عندك السيد ولا داك السيد اللي قربتي له يقدروا يتهموك، فلهذا من الاحسن غير تدخل في سوق راسك فتحتي ونوض. كوريا الصمت والهدوء شي حاجه مهمه بزاف، ما كايناش ديك هايلالا هايلالا هايلالا. طوبيس الصمت ما تهضرش بزاف، في المترو الصمت ما تهضرش ولا هضر بشويه، في الاحياء السكنيه الصمت ما كيعجبهمش الهرج. وهذه مهمه، انا نعاود لكم واحد الحاجه، في دول بحاليه بالمملكه الجنوبيه ما كيتباعوش التليفونات اللي كتعمل تصويره ما كيعملش داك الصوت. حنايا عندنا التليفونات اللي كنعملوا تصويره يمكننا اما نخليو الصوت داك اولا نزولوا داك الصوت. هنا ما عندهمش الاوبسيون انهم يزولوا داك الصوت. السبب في السنين الاخيره بانت لهم واحد المشكل، وهي الناس ولا الرجال اللي كيلتقطوا صور النساء اما في المترو واما الطوبيس واما في الشارع، ولا كيحاولوا يعملوا تصويره تحت فلدة ولا لاغوب باش يفيديو هادشي كامل. حتى حاولتي تلتقط شي تصويره عند شي حد بلا الاذن ديالو غيعيقوا بك. من نمشي هادي نو فوتو ان سيكريت، حيت عارفين ان بزاف الاجانب كيجيو من هنا وحنا عندنا التليفونات فيهم هاد الاوبسيون. عاملين الناس خدامين غير كيقولوا لك سكوت ما تمشي سطاع. الحرمه ماشا غير باش تمشي سطاع في واحد البلاصه مزيانه حنا شفتها، ولكن معمره بالناس. يعني تو دابا بغيتي تمشي تصويره ما قدرتش تستعمل فوتوشوب. عمره 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 كلشي كيتصور من القاع حتى نقص. هنا في كوريا واذا شفتي شي حد شي كوري واخا تجيك شي حاجه غريبه بالنسبه ليك ما تبقاش تبعصص، حيت غيعتبرك انك كتخرق المساحه الشخصيه ديالو. المساحه الشخصيه فيها حتى تبعصص، حتى في التصوير غادي خصني نحضي راسي انا، ما يمكنلكش تشبر وتصور شي كوري هكذا هكذا، يقدر يعيط للبوليس ويقدر يديوك للكوميساريه ويبداو يسولوا فيك، وتما خصك تشرح لهم بان داك التصويره اللي التقطتي ماشي بباد انتنشن ولا باش تعمل بها شي حاجه خايبه. العطش كنسمي اذا عندك شي تطواج من الاحسن تخبع، حيت حتى هنايا بحال بعض الدول بحال اليابان التطواج باقي كيعتبروه بحال شي حاجه اللي متعلقه مع المافيا.
واذا كان تطواج باين شبه مستحيل انك تقبل في شي وظيفه. اصلا في كوليا كامله علي المستحيل تجبر شي حد اللي كيعمل تطواج، يعني تطواج داك الشخص اللي كيعمل تطواج. هاد الوظيفه ممنوعه، خصك ضروري تكون طبيب باش تعمل تطواج شي حد. وصعيب يكون شي طبيب يخلي الوظيفه ديالو كطبيب باش يرجع تطواج. كتقال تطواج، تطواج بالاسبانيوليه صح ولا تو؟ بدات كطيح الشتا تخباو هنايا. كاين اللي كيقول لك في التعليقات اختي كتعرف شنو هي المشطة؟ كنظن هي هادي موضوعنا. ايا وقفت. وواحد المعلومة أخرى كنظن هادي قلتها في شي فيديو، كوليا ميمكنلكش تدخن في أي بلاصة، يعني تي إلا ماشي في الشارع وكتدخن، عندهم بلايص للتدخين، وإذا زغبك الشيطان ودخنت في أي بلاصة كاين مشكل غرامة. في الطوبيس، في المترو، أي ترونسبور عمومي كاين بعض المقاعد اللي ما تقدرش تجلس فيهم. يكون الطوبيس خاوي ولا عامر ما تقدرش تجلس فيه، وهما اللي مخصصين الناس هانديكاب، الناس كبارين ود الحوامل. وبالضبط هادو الحوامل عاملين واحدين مخصصين بيهم في الغوز، الرجال ما يقدروش يجلسوا فيهم. واذا جلستي فيهم وانت ما عجوز ما مهرس ولا هانديكاب وما حامل، ما تحس بالنظرات ديال الطوبيس كامل في جهتك، وغتقعد من تما بلا ما يقولوا لك والو. اش بالكم شو نعمرو كريشه؟ To eat? Yeah, open. Nice. Yeah. Menu. Okay. Okay. Seat menu. Okay. Seat menu. شحال بريفين هاد النساء والله العظيم، لا بريفين ملي دخلتو ما يضحكوا معايا هاد النساء. فكركم هاد الدول الما دائما كيعطي واحد الفابور وبارد. بسم الله. واش غناكلو؟ شلاضة سوجا القرع محمطة مخللة بالحر. قلت هنا ما عرفتش شنو نطلب لي هنايا، ما كيهضروش الانجليزيه مره. قلت لها عطيني اي حاجه ما يكونش فيها اللحم، اي حاجه ما يكونش فيها اللحم. قالت لي هادي شنو صداع فداوش بالقرع خضراء واحد الطرف ضرب بيضات والثلج معمره بالثلج فيها طرف هاد الثلج. بسم الله. في الاول فكرت ما عجبنيش شي، ولكن بنينه. نرجع للقوانين والعادات الغريبة هنا في كوريا ولا في أي دول آسيا، ما خصكش تلعب بعيدان الأكل، دائما نزلي هنايا إلا ودا قلتي غتاكل، خصك ما تخليش عيدان هكذا معدلي في يعني في وسط الماكلة مغلوطين، خصوصا في الروز حيت كتعتبر إهانة لطيب. وبالضبط في الروز ما خصكش تخليها هكذا مغلوطة. باي باي. علاش؟ حيت في الجنازات كيعملوا الروز حيت كيفكرهم بالكنازة. علاش؟ في الكنازة كيكون عاملين الرمل وديك العواد هكذا محشيين ديال داك اش كيعيطوا داك العطور داك انفيرس وداك هذاك الطويل اللي بخور داك البخور اللي كيجي عاود. فلهذا كل ما كلتك وما تلعبش بالعيد، واخا انايا نسبحوا لنا حيت غير باش نقدوا هذه الماكله عذاب. القاعدة الأخيرة اللي أنا مستحيل يعني نحترمها هي على حسب الأكل، ما تخلي والو في الطبق ديالك وكل اللي ينزلوا لك كاملين. كما كتشوفوا هنا الأطباق كيكونوا كبيرة بزاف، لي بورسيون كبيرة، وهنايا كيحترموا بزاف الأكل. باقي عندهم الذكريات من الحرب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والجوع اللي دوزوا. وإذا مشيتي لدار شي حد وقدم لك الماكلة ما خصكش ترفض، حشومة أنك ترفض، مستحيل نكمل هادشي كامل. كم سميدة؟ Thank you. Thank you so much. Very very nice. كم سميدة؟ Bye. يو أنا ناس يو. واو على ناس هادو هما الكوريين بصح. وكنظن هاد السيدة غناكل من عندها أكثر من واحد المرة. هنا غنهضروا على اخر قاعده هي فاميليا، ملي تمشيو اي بلاصه في اليابان ولا هنايا في كوريا الجنوبيه
عمركم ما تخليوا البقشيش حيت كتسمى عيب انك تخلى البقشيش. هاد الناس كيفكروا بان اصلا هما خصهم يعملوا خدمتهم مزيان، ما كيحتاجوش البقشيش باش يعملوا خدمتهم مزيان. حمقتني هاد السيد. والسلام فهم لي عنكم ان شاء الله الفيديو ديالنا هنايا، نتمنى يكون عجبك، نتمنى تكون استفدتي شي حاجه، تعلمتي شي حاجه جديده، واذا عجبك لايك، واذا كتعرف شي حد اللي كتعجبو كوريا صاكدو هاد الفيديو. نشوف ان شاء الله الاسبوع المقبل فيديو جديد اللي باقي اما نكونوا باقي في كوريا واما نكونوا في دوله جديده. واذا كنتي باقي ماشي مشترك في القناه شارك في القناه تحت بالنسبه لي الفابور وبالنسبه لي كتعاوني بزاف.